ثبت تاركنا بالتوفيق وتوفنا مع الايمان ونجنا من الغم يا ولي المؤمنين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوا يحلفون بالله في قلوبهم مارضا وحيدا مغلا في أنفسهم مغلا وليلا. أرسلنا للرسول الله ومعهم لله ولهم من ظلموا أنفسهم يا حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو انا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليهم حفيظا من الله والباب الله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني ما كنت فوزا فوزا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا فمن الله وما أصابك يا سيئات ومن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال الله ألا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
إذا برزوا من عندك بيض ضائفة منهم غير الذي تقول لا الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه يكن له نصيب منها وما يشبه بعد ذي يدي يكن له نصيب منها وكان الله على كل شيء مقيتا إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها وابتغوا على كل شيء خمسين الله لا إله إلا هو بل عنا فئتين والله أركسهم بما كسبوا فتريدوا أن تكونوا على الله ومن يدعو فلن تجد له سبيلا أنتم لم تكفروا كما كفروا وتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله الصدور من يعدوكم ويغادروا بينهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوا فإن تجدوا فلن يعدلوا فأضاف إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا فتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رغبة مؤمنة لمن الله إليكم السلام لست مؤمنا أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك فأنتم يغرك من الله عليكم وتبين إن الله كان بما تعملون خبيرا
الأنصار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا المنام تحاقيم الزلاة إن الزلاة كان على المؤمنين كتابا موعودا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
صلى الله بصدقة أو معروف أو صاحب بين الناس ما تبين الأولداء ويتبع سبيل المؤمنين ولما تولى مسيحا مع زاد مسيحا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما فلا يبدكن هذا الأنعام ولا أمرن فلا يغيرن على الله من يد إلى جزاء يبدون إلى عبادة أوثانا مليئا ويمجينا إلى مشاكا إلى مرورا ولا جهنم ولا يجدنا على غيرنا والذين آمنوا وعملوا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وما نسوا من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني للكتاب وأن يمسوا وأن يتبعوا سلام وجهه لله رب سمع الطبع إلا دائما يعلم وعد الله إما إما ولله رب سمع وعد الله برد يعلم الله من النساء المحيطة سمعنا من النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين في الرجال عهدهم والكتاب بعد الأيام تقبلون من غيرهم فإن الله كان في عليها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا والصلح خير ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياك عبد الله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله بما لا تتبعوا يا ولد الله عند الله
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ويستهزوا بها فلا تأخذوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم يمدون فلا جامع الحافظ أتابع جهنم جميلا الذين يتربصون ربكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فلا يكن بينكم يوم القيامة حجيا لعل للكافرين المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا بغير حق
رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه له فإن الذي أقتلوه ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يسجد لعبادته ويسمع فسيدخل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن
إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا والدم والله خنزير وما أهل لغير الله به والمنخرطة والموجودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح إلا ما ذكيتم وما ذبح عن نصر وأن تسترسموا بالأذلام ذلكم بصر اليوم يئس الذين ياريكم فسخ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما يضر في محفظة غير متجانب للماء بين الأمرين يسألونك ماذا أحل لهم قل لكم الضيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما سنعيكم مدرس فلا حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين ولا متخذين أخدان ومن يفق الإيمان فقد عمله الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولا يجرمنكم شرارا الذين
نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبغضوا إسرائيل وابعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرنكم سيئاتكم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تجارت الضريع ولا قواعد الجميع الا قليلا منهم فابعنا واستعنا قائد المرسلين ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به سبل السلام الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم أمه وما بين نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا رب تابع جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا فترة من الرسل نعمة الله عليك رجال بكم يا جاركم ونوراتكم ألم جهد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبائكم وتمر واسلين قالوا يا موسى إن فيها غرما جبارين محرمة عليك وعينا وعليك 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 وعلي
بالحق إذ قربا قربانا وتقبل من عدهما إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواده يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم ولن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل إن الله يحب المفسدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ
للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني والجروح مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم تتبع أهواءهم احذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعض أولياء بعض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فسوف يهدي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ويخافون لومة لائم ذلك فضل لا يؤتي من يشاء الله عليكم الله لكم هزءا ولعبا من الذين قالوا
شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من أمره بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم كن من ربكم ما لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تسأل قوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا الله 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 ال
أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رغبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره فالله الشهر الحرام والهدى تسوكم عند جلوانا إلى الله ورحمة الله
ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تعبسونهما من بعد الصلاة فيوصمان بالله مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يدك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار السماوات والأرض يا رب العالمين
فيهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أرسلنا السماء عليهم مدرارا بينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتدعون Yeah.
وصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا فلم يدين لإيمان الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين كفر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض صلى الله عليه وسلم على نفسي وأحمد إنهم رحمنا لكم دون رجال دين المتابع بمدي وأطاف إنه وفور الرحيم وفصل ما يأتي سبيل المجرمين قال
الذين تدعون ما دون الله من ربي وكذبتم بي ما عندي في البر والبحر وما تسقط من ورقة بالليل ويعلم ما جرعتم بالنار ثم رمضوا ويرسل عليكم فأعرض عنهم حتى يؤوبوا في حديث وما يزينك الشيطان فلا تعود تدري ما الله وما على الذي يتقون من سابقه ولكن الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يخالفها ولا يضرنا ونرد على غادر بعد إذا دان الله بعد إذا دان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض غايا
فلما نهدى ربي فلما نهدى غمرات الموت والملائكة ماسدوا أيديهم اردوا أنفسكم اليوم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى يا عين الليل وشجر وحسن يا كثير الأجل
لكم النجوم. إذا جدت بها في ظلمات البر والبحر أرسلنا يا عزيزي يا الله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضرها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغيرا بصائر من ربكم وانا انصرف لنفسي ومن امير فعليها ما عليكم يا حبيب وصرف ما يا ربي يقول جار السمين بين النهار يعلمون نوحي اليك بالرب لا اله الا هو مالك المشركين فيسب الله عدوا بغير علم كذلك بينا لكل أمة أمراض بين رب مجيء ونبيهم بالله جل إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن حشرنا عليه كل شيء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا رياضين الإنس والجن يوحي بعضه إلى بعض أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذي آتيناهم الكتاب يعلمون أنما أنزل من ربها بالحق ولا تكونن من المزارعين فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وبدي لكلماتي وهو السميع العليم من في الأرض لا يا الله
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن الشياطين يوحون إلى ومن كان ميتا فعيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا أرجا كان ما يصعد في السماء وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض لا يطعمها إلا من نشاء
بزعمهم وأنهم حرم ظهورها وأنهم لا يذكرون اسم الله في أرجائه قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومعرف لنا أزواجنا والنخل والزرع مختلفا كلوا والزيتون والرمان متشابها وغير من المعز اثنين غلام ذكرين حرم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين غلام ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله يا رب محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس من الضمر والغنم حرمنا عليه لحومهما إلا ما حرم ظهورهما من حوايا ومن نضر من ذلك جزينا بكريم إلا نسادون كذبوا فهم ربكم بالرحمة واسعة ولا يرد بأسه كذب الذين من قبل أن جاءوا فسمعوا عليكم من علم فتغيب لا تنتفعون إلا الظن وإن أنتم إلا تغزون فلله حجة المال غزوة يوم جاء أهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم شهد معه ولا تنتبه الله الذين يكذب بآياتنا لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بدا تدخل النجاة التي حرم الله إلا بأقلامكم وساكم بما لكم
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها كتاب تماما على الذي وهدى ورحمة فمن أظلم مما كذب بآياتنا وصدف عن حسنة الذين يكذبون عن آياتنا سبحانه مما كانوا يكذبون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يا نفس الإيمان لم تكن أمنت من قبل فسأل بإيمانها أنا منتظر إنا منتظر إن الذين فرقوا الدين وكانوا شيعا لسهم في شيء إنما أمروا إلى الله ثم لم يكن ما كانوا يعملون يا أبي الحسنة تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب Salam alaykum.
لنهدينهم من بين أيديهم ونحفر عليهم الجنة وكلا من حيث جئتما رأت وباري لينا تذكرا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوادهما فقال ما نهاكما ربكما الجنة وناداهما ربهما لم نكن عنهما شجرة وقلناهما إن جيدا لهما عنهما ربنا ألمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين وارزق لبعض أهل وغلق من أهل وجعلنا عمدا فيها الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراه هو وقبيله من حيث لا ترون إنا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون قالوا قائمة قالوا وجدنا عليها وأقيموا وجوهكم بين كل مسجد وزوه ونسينا الدين كما بداكم تعودون فريقا أهدى وفريما حق عليه من ضلالة إنهم انتهى الشياطين أولياء من دون الله كاسبون عنهم مهتدا يا آدم خذوا زينتكم بين كل مسجد وكلوا واشربوا من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هارسة يوم القيامة كذلك نجزي الآيات لهم يعلمون وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من
قوم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولى ربنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يغشي الليل النهار يطلب الحديد والشمس والقمر والنجوم وكرات الحديد تبارك الله رب العالمين ربك الضر وهم يطلبون على علم الجديد سكوا في الارض بعد اصلاحها وكلوا هم والنبات
حتى إذا قل السحاب ثقالا سنا وما كان جواب
بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان لا تبغزوا الناس أجار ولا تبتدوا من أرض من تستعيها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تبدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به لم تكونوا لنخرجنك كشعيب الذي آمنوا معك من مرية أولى تعود النبي من الجهاد ولا كنا كريم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا Oh!
أنتم الخسرة وأنوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة هي الطيروا ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على فتم ميقات ربه 40 ليلة فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله Yeah.
ربنا عاتفاً يا ربي فما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وأبقى الألواح وأخذ برساخي يجره إليه قال ابن ثم تابوا لماديا وامروا ان ربك لماديا الغفور الرحيم ما سكت عن موسى الرضي اخذ الارواح بنصبها وجرمت بجليل امر ربي بحبوب وقال موسى والموسى من الرجل لميقاتنا فلما قال رب لو شئت لتمنى قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى يوم صبتي ورجع ويوم لا يزيد لا يتجي
بأنفسهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله يقول هذا إلا الحق بالكتاب يا أهم الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إنا لا نضيع أجر المصلحين إنا لا نضيع أجر المصلحين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أغلق البدر علينا مرحبا فارتفعت منه البدور مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مثل حسنك ما رأينا مرحبا غط يا وجه سرور مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت نور فهو نور مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أنت إكسير وآلي مرحبا أنت مصباح صدور مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا محمد مرحبا يا عروس الحافظين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا ضياء ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين محمد مرحبا يا عروس القافلين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا ضياء ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا سلم وزيد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم.